السلام عليكم طلابنا، طلاب كلية مدينة العلم الجامعة قسم الهندسة المدنية المرحلة الرابعة، ومع محاضرة جديدة من محاضرات الستيل ديزاين. اليوم محاضرتنا عن التنشن ممبر ديزاين. بعد ما خلصنا بالمحاضرة السابقة التحليل ما تنشن ممبر، المحاضرات السابقة تحليل التنشن ممبر، اليوم راح نبدأ بتصميم التنشن ممبر. سابقا بالمحاضرات السابقة تعلمنا وناقشنا شلون نحلل التنشن ممبر. شنو يعني تحليل التنشن ممبر؟ Determine the member capacity، يعني أنا من عندي فد ممبر، كان ينطي بالسؤال جيب لي فد مقطع معين يقول لي اسمه، مثلا دبليو 12 في 58 اي 4 في 4 في نصف، يعطيني المقطع يعطيني مواصفاته ويقول لي تشيك الممبر كاباسيتي، او بمعنى مرادف انه حلل لي هذا الممبر. انا شنو اجي اسوي؟ اجي اتشيك اعلى قيمة التنشن لود المسلط عليه بالنسبة لليوف، اعلى قيمة التنشن لود بالرابتشر بلوك شير بيرينج، واختار القيمة اللي الاخطر اللي هي كانت قلنا الاقل. هذا انا شنو دا اسوي؟ دا احلل. حتى انت مثلا عندك بناية قائمة يقول لك حللها، البناية قائمة تعرف مقاطعها تعرف ابعادها، بس تشيك اللود تحلل اللود المسلط عليها او مقاومة اللود المسلط عليها، تمام. بينما الديزاين لا، راح يفرق. شلون احنا الديزاين تنشن ممبر، شلون نصمم تنشن ممبر؟ بمعنى اخر in other words selecting members that are both safe and economical. هاي اهم فقرتين بالتصميم، اختار مقطع سيف. شنو يعني سيف؟ المقطع يعني يتحمل اللود المسلط عليه بلا فشل، شكل امن، من اسمه سيف امن. هاي اهم خطوة. ثاني شغلة انه اني ما اختار مقطع وهاي خلصت، اني لازم اختار اخف مقطع، بالتالي الاخف مقطع هذا شبيه راح يكون مواد اقل، بالتالي شنو كلفة اقل. هاي اهم خطوتين، تمام. خطوات الديزاين او اهم فقرات بالديزاين لازم يكون سيف يتحمل لود المسلط عليه، والفقرة الثانية ايكونوميكال. بهالفقرة شلون اختار اخف مقطع بالمانيوال من الامور المتوفرة عندي او من المقاطع المتوفرة عندي. زين، هسه لو انتقل انا نسيكم في ذا بروسيجر، في ذا ملخص للحل انه حتى يتسهل عندكم. انا خلينا نحكي بشكل عام بالتصميم، سؤال التصميم مش راح اسوي؟ سؤال التصميم راح يجيك عكس التحليل، ما راح يعطيك مقطع، هو راح يطلب من عندك تطلع له المقطع. هو مثلا يقول لك اختار لي اريد في الدبليو سكشن يقاوم هذا الديد لود زائد هذا اللايف لود او اللود اخر، تمام. فانت لازم تروح تختار مقطع من المانيوال. المانيوال حتى تروح تختار مقطع من عنده راح يطالبك بمعلومات، يقول لك كان حتى اعطيك فد مقطع معين، اعطيك مقطع اللي يفيدك لازم تعطيني فد معطيات. شلون شفتوا بالمبرهنه بالرياضيات من التريد مبرهن لازم عندك معطيات حتى تبرهن. انا هسه عندي لازم معطيات، يقول لك المانوال اعطيني معطيات اعطيك مقطع. المعطيات احنا راح نستخرجها هنا، راح نستخرج اقل مساحة كروس سكشن للمقطع ممكن يحقق لي. يعني انا راح من هذا البروسيجر راح اختار فد مساحة، المساحة اقل شيء ممكن، يعني هي وفوق تحقق لي، هي او الاكبر من عندها. ثاني شيء راح اطلع اقل راديوس اوف جنريشن الار اللي حكينا عليها سابقا، الار ممكن يتحقق، هي او اكبر من عندها ممكن يحققها. فشلون راح نستخرج هذا الاي جي والار؟ خلينا نشوف. اول شيء مثل ما تعلمنا نطلع السبيسيفيكيشن البروبرتيز، بس هالمره نطلع البروبرتيز بس مال الستيل نوعيه الحديد من تيبل 2 3 على اعتبار ان ما عندي سكشن الستيل اوف واي اف يو، مين قلنا من تيبل 2 3 او 2 4 2 3 اذا عندي فد مقاطع دبليو اي ال 2 4 سواء بليت او بار. اثنين راح استخرج البي يو الالتيميت سبجكت لود حسب البل ال ار دي 1.4 ديد لود او 1.2 ديد لود زائد 1.6 لايف لود، هو الاكبر من عندي. بالاي اس دي بدون فاكتورات مثل ما تعلمنا ديد لود زائد لايف لود.
خلوا ببالكم شغلة إنه هذني أنتوا المفروض حافظيها، هو هالقد ما مرت علينا بالأول بالثاني وبالثالث وحتى هسه بالرابع بكثرة تمر، وعلى العموم هي موجودة بشابتر 2 بالمنوال. ننتقل للخطوة الثالثة. هسه الخطوة الثالثة اللي حكينا عليها، أنا هسه بهالخطوة الثالثة راح أطلع قيمة الأيج. طبعا من الطريقة من راح بهالخطوة راح نعتمد فقط على LRFD، يعني إحنا مو ما راح نصمم على LRFD، بس هالخطوة راح نعتمد على LRFD. شو نستخرجها؟ أول شيء نستخرج مرتين، نستخرج يعني AG1 وAG2، وبعدين راح نختار اللارجر. AG1 راح نستخدمها من اليلد اللي هو القانون مالته PU مفروض أصغر أو يساوي 5 PN، يعني هو المسلط لازم أقل من مقاومة المقطع، هاي مقاومة مقطع، هاي المسلط PU. وهي بما أن PN تساوي F5 في AG، إذن AG شلون معادلة رياضية بسيطة نقلبها يصير PU على 0.9 F5، هاي AG1. AG2 شنو القانون تذكرون مال PN؟ point كان هو القانون FU في الاي افكتيف، الفاي هنا 0.75، اذا 0.75 في الاف يو في الاي افكتيف، الاي افكتيف يساوي يو في الاي ان، تمام. بس الاي ان ما عنده مشكله، واليو همينة عندنا مشكله بيه. شنو المشكله مال يو؟ انه انا ما اعرف المقطع، اوكي، ما اعرف ايش قد شو اسمه يعني شكل ال الكونكشن مالته. طبعا هو بس سؤال مرات يسهل لي يقول لي اريد هيك الكونكشن، او بالتصميم حتى انا اصمم الكونكشن، بس هسه انتو خطوة اولية راح يوصف لك الكونكشن اللي يريده حتى يسهل لك بهاي شغلات اليو. بس انا المقطع ماري ما اعرفه. تذكروا من كنا نروح تيبل دي 3-1، تيبل دي 3-1 حتى ادخله لازم انا اعرف المقطع شنو، وين رابط، وين بالفلنج بالويب بالانجلز برجل واحدة او ابدا بالرجلينات اثنيناتين، كم سرى براغي، كم برغي بالهاية، كم برغي بالسرة، فكلها لازم اعرفها. فهنا انا مبدئيا بما انه بعدني بالبداية فراح افرض دائما راح افرض اليو يساوي 0.75. طبعا ها مو فد شرط، كل ما راح تتقدم بالفهم المادة بالموضوع راح تقدر تفرض يو اقرب للواقع. طبعا ها اليو نهائية، ورا ما نستخرج المقطع هاي راح نروح نشيكه ونختار اليو الاكزاكت المضبوطة من عده، هذا 0.75 في 0.75 في الاف يو في الاي افكتيف، اذا من عندها نقدر نستخرج شنو؟ الاي جي 2 اللي هو بي يو بي 0.75 تربيع بالاف يو، تمام. هذا الشيء شنو كله اذا نستخرج الاي جي 2. طبعا بالحقيقه انا هنا مو اللي بالضبط بدي افرضها 0.75، كانه حل تكون لكم الصوره اوضح، كأنه أنا شنو دا أقول هنا، أنا مو ال PU 0.75 في ال FU في ال A effective، كأنه هاي ال A effective دا أفرضها إيش تساوي؟ دا أفرضها تساوي 0.75 من ال AG، نسميها AG 2، تمام. فمن راح أدخلها بالقانون إيش راح تساوي ال PU؟ ال PU راح تساوي 0.75 الأولى مال الفاي في 0.75 في الاي جي 2 تربيع، 0.75 تربيع في الاي جي في الاف يو، تمام. انا شريد انا اريد الاي جي 2 الاي جي، فايش تصير؟ PU على 0.75 تربيع بالFU هو هذا القانون الثاني. إذا صار عندي AG1 وصار عندي شنو AG2، من عندي شو اختاراني؟ اختار الأكبر، أوكي. هسه حتى تكون ملخص للموضوع، اختارت AG1 مين؟ من اليلد. اختارت AG2 مين؟ من الرابتشر. AG1 طبعا انت من تيجي طبق مباشرة بدون هذا الاشتقاق، AG1 PU على 0.9 بالFY، ال AG2 PU على 0.75 تربيع على ال FU. ننتقل للخطوة الرابعة اللي هي شنو؟ استخرج السلندرنس ريشيو او الراديوس اوف جنريشن، مينيمم راديوس اوف جنريشن. شلون انا اطبق اللازم حتى التنشن ممبر يكون تشيك ويتشيك عندي بالسلندرنس ليمت؟ لازم طول المقطع على السلندرنس ريشيو الراديوس اوف جنريشن لازم اصغر او يساوي 300،
طول المقطع دائما ينطيني بالسؤال بالفوت، اضربه في 12 حتى احاول انج، اقسمه على 300 راح اطلع يطلع لي اقل radius of generation r مقبول بي. طبعا اكو مقاطع هسه من نروح للمينيمم راح نلقى بيها rx ry rz، لازم هاي ثلاثتهن اقل قيمه بيهن اكبر من الار مينيمم اللي استخرجته من هذه الخطوه. لاحظ هذا كلش مهم، سجلها ببالك، اقل r سواء rx او ry او rz او مقاطع بيها فقط rx و ry، اقل r بيهن اعلى من الار مينيمم اللي استخرجته منها. كذلك بالاي جي، اقل اي جي بالمقطع، اقل مساحه كليه للكروس سكشن للمقطع اللي راح استخرجه من المينيمم لازم اكبر من الاي جي اللي استخرجته بالخطوه السابقه. اذا بعد هاي الخطوه اروح للمينيمم ادخل له بانبوت 2، قلت له انت مو تريد من عندي معطيات، انا على المعطيات عندي اريد مقطع اقل مساحه كروس سكشن بي هيقد واقل ريدس اوف جنريشن هيقد، وانت شوف لي مقطع. فنروح ندور سويه حسب المقطع المطلوب من عندي، ادور سويه حتى اختار المقطع المطلوب. خلصت اختاريت المقطع، ها خلص السؤال؟ لا ما خلص السؤال. بعد انا من اختاريت لازم اتشيكه، انت تشيك المقطع اوكي اختاريته، بس ممكن يشيك بشغله ويشيل بشغله، انا لازم يشيك بكل الخطوات يلا اعتبره ناجح. ارد اتشيك، شنو يعني تشيك؟ يعني تحليل، يعني راح تطلع الالتيميت مالته، الالتيميت كاباسيتي، ولازم الالتيميت كاباسيتي مالته اكبر من اللود المسلط اللي استخرجناه بالخطوه الثانيه حتى يشيك. عندي مال جروس سكشن يلدينج، مال يلدينج اف 5 الاي جي، الاي جي هالمره مو الاي جي اللي استخرجته مال مينيمم من الاي جي 1 والاي جي 2، لا من الاي جي الجديده مال المقطع اللي اختاريته. هسه راح نشوفها بالمثال. طلعته لازم ال 5 بي ان اللي استخرجته بهاي الخطوه اكبر من البي يو، او البي ان اوفر اوميجا بالاي اس دي اكبر من البي يو. كذلك بالرابتشر، بس بالرابتشر هنا ايش راح نجي نسوي؟ اهم خطوه نروح نطلع اليو الاكزاكت، نطلع الاي ان الاكزاكت ونطبقها بالسؤال، لازم اكبر من اليو الحمل المسلط. بعدين شيك السلندرنس ريشيو ال، على هالمره نقلب القانون، لازم شنو يساوي؟ اصغر من 300، هاي الار اصغر ار حقيقيه مال المانيوال، لازم يقول لك كل الشروط متحققه يلا نقول هذا المقطع ناجح. اذا شرط واحد فقط لم يتحقق اروح اعيد اختار مقطع اكبر من عنده وتشيك من جديد من الخطوة السادسة، نعيد التشيك يعني من هاي الخطوة. اوكي، مرات يريد الافشنسي فعالية المقطع مالتي، فاقسم البي يو المسلط على الفاي بي ان مقاومته في 100 وشوف ايش قد بالمية حسب مطلوب السؤال. هسه خلينا نشوف هذا المثال الاول حتى كل شيء يكون واضح. و يقول اريدك تختار لي سيلكت 30 فوت دبليو 12 سكشن of A992 steel to support a tensile service dead load PD يساوي 130 كيلو باوند، a tensile service live load PL 110 كيلو باوند as shown in figure below. The member is to have two line of bolt in each flange for 7/8 inch bolt at least 3 in a line 4 inch on center. تمام، هسه خلنا نترجم السؤال. يقول اني اريدك تختار لي سلك 30 فوت، طول المقطع 30 فوت يعني بالاتجاه الاتجاه خلينا نقول من اذن المباراة هنا باتجاه الشاشة اللي جوا داخل، او هذا الطول منه 30 فوت مستمر، خلينا نقول طوله 30 فوت من نوع دبليو 12. هو منطيني دبليو 12 بس ما منطيني وزنه، بس منطيني العمق مالته، يعني منطيني العائلة مالته حتى يسهل لي الحل. من ادخل المانيوال ادخل بس على الدبليو 12، يعني ما ادور اذا هو ما قايل لي بس دبليو ساكت، لا لازم اروح اطلع فد مقطع من الدبليو 14 واطلع مقطع من الدبليو 12 ومن الدبليو 10 ومن الدبليو 8 ومن الدبليو 36 من العائلات كلها، وبعدين اشيكهم كلهن واختار اخف واحد ايكونوميكال يعني وبنفس الوقت سيف. تصير شغلة طويلة، بس هسه ما طول حدد دبليو 12، لا اروح مباشرة للدبليو 12 واختار اخف مقطع بيهن حقق لي الشروط. شبيه هذا من عائلة A992 ستيل، هاي من عندها راح استخرج الاف واي والاف يو، نوع الستيل المستخدم تو سبورت تنسايل سيرفيس ديد لود. والله شوي انتبهوا لي على السيرفيس، من يقول لي سيرفيس يعني هاي مو مفكترة، يعني احتاجها فكترة. مرات يقول لك فكتورد
بالال ار اف دي قبل تجي تجمعهم، بس من يقول لك سيرفيس لا، يعني هذا اللي يشتغل بالوركينج مانفاكتشر جيد. الديد لود 130 كيلو باوند، سيرفيس لايف لود 110 كيلو باوند اس شورن فيجر بيلو. طبعا هذا الرسم مرات مين طيب السؤال، بس هذا الرسم توضيحي راح يفيدنا من استخراج اليو بالاي ان. هو حتى لو ما منطينا اياه بس هو شارحه نصا بيش بالمنطوق is to have two line of bolt in each flange. يقول هذا المقطع بسراوين مال براغي بكل شنو بكل فلنش. هذا اذا احنا نلاحظ خلينا نقول الفرونت فيو، هذا سرا وهذا سرا، هذا هذا الفلنج الاول بسراوين براغي والفلنج الثاني بسراوين براغي. زين وش بيه هذني سراوين براغي؟ ايش قد قطر البراغي؟ 7 على 8 انش بولت. تمام 7 على 8. بس انت بقول هاي الجمله بين قوسين راح تتكرر هوايه ومرات حتى الرسم ينطيها، بس انتم مطالبين تفهموها. يقول انه at least اقل شيء 3 ان الاين. انا مو عندي سراوين براغي، يقول اقل شيء لازم بكل سره ايش قد 3 براغي 3 ان الاين. هاش كم بهذا السرة؟ 1 2 3 بهذا السرة 1 2 3 بس السرة ذاك من الجهة البعيدة 1 2 3. زين ايش قد المسافة بين واحد والثاني؟ 4 انج اون سنتر. هيا تو منطيني اياها بالرسم 4 انج. فدائما مثلا نفرض كان عندي 5 براغي بالسرة الواحد 3 انج بين واحد وواحد، ايش راح يقول لي؟ at least 5 ان الاين 5 انج اون سنتر. دائما راح يتكرر هذا المصطلح، فضروري جدا تفهموه. اوكي هسه بعد ما قرينا منطق السؤال وشفنا الرسم راح انتقل المن للخطوات الحل. سوليوشن مثل ما قلنا اول خطوه اروح استخرج شنو؟ استخرج النوع الستيل ما تجقط قايل لي 1992. مراجعه بسيطه للي يعني يريد يستخرج شلون من تيبل 2 3، هسه راح اروح سويه للمانيوال. هذا المانيوال راح ارفق لكم بالنسخة من عند PDF بالمحاضرة. هذا المانيوال انا راح اروح قلنا وين؟ chapter 2 table 2 3. فقبل اروح المن chapter 2 3 انا هنا انا عرفت خمس صفحة مالته بالهاي، كذلك انتو لازم مبوبي عندكم table 2 3. ايش قد قايل لي؟ 1992 هاي ال ASTM designation اللي هنا اشوف نوع المالتي الحديد الجيد. هو ايش قد قايل لي؟ اي 992. راح ادور وين راح القى الاي 992 واختار المقطع مالتي. عندي هنا اي 592 اي 618 اي 992. تمام هي اي 992. ايش قد الافواج؟ قلنا دائما ناخذ الاول 50، الاف يو قد 65. هسه نرجع للسؤال. اذا عرفنا شلون راح نستخرج من المانيوال بستيل اي 992، الاف واي 50، الاف يو 65. الخطوه الثانيه اجي استخرج البي والالتيميت ستريس. منطيني ديد لود، منطيني لايف لود. الديد لود ايش قد منطيني؟ 130. اللايف لود ايش قد منطيني؟ 110. بالي ال ار اف دي عندي معادلتين نطبقها، يا اما ال 1.4 ديد لود او ال 1.2 ديد لود زائد ال 1.6 لايف لود. اختار الاعلى من عندهم. انطاني هذا 182، هذا اعطاني 332. إذا بلا شك اختار 332. أوكي اختار 332. هاي أما لا يزيد قبل أجمع 130 زائد 110، إذا شنو؟ اختار 240. وراها وين راح أروح؟ على الخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة أعزائي راح نستخرج الإيج. قلنا بطريقة الـ LRFD مرة أطلعها من الـ Yield AG1 ومرة أطلعها من الـ Rapture AG2. شنو القانون؟ قلنا الـ AG1 مال الـ Yield اللي هو شنو هو؟ PU من الـ FY. تمام؟ تقدرون تطبقوه مباشرة. يقول لي اشتقاق هو مين جاي هنا؟ مو كان يقول لي الـ عفوا كان يقول لي عندك الـ PU كانت تساوي 0.9 بالاف واي في الايج. اذا الايج ايش راح تساوي؟ راح تساوي بي يو على 0.9 في الاف واي. تمام تمام. بس ايش راح اسوي؟ طلع الاي جي 1
اي جي 1 تساوي بي الفاي بالفاي. البي استخرجناه 332، الفاي استخرجناه من المانوال 50، طلعنا الاي جي 1 جود قيمته 7.38. نيجي نطلعها من الفراكتشر او الرابتشر. هذا القانون مالته بي يو 5 في بي ان، البي ان يساوي يو في الافكت اي افكتيف. راح نفرض نقول يو 0.75، او نفرض بشكل اصح نقول الاي افكتيف راح نفرض يساوي 0.75 من الاي جي. نطبقه بالسؤال راح يطلع لي البي يو على 0.75 تربيع بالاف يو، راح يطلع لي قيمه الاي جي 2 جت 9.08. بس عندي الاي جي 1 جت 7.38، الاي جي 2 9.08. انا ايش اختار الاي جي؟ قلنا اللارجر بين 7.38 والاي جي 2 9.08، اذا بلا شك من الاكبر 9.08. اذا هسه صارت عندي الاي جي راح ادخل بها المنوال جت قيمتها 9.08. بقى شنو اطلع السلندر من السلندرنس ليميت؟ طلع السلندرنس او الراديوس اوف جنريشن L over R لازم أصغر ويساوي 300، هذا السلندرنس ليميت اللي لازم يحقق لي المقطع. فأنا عندي طول المقطع الـ L انطاني بالسؤال. إذا نرجع للسؤال بس تنتبهوا لي، إذا نرجع للسؤال إيش قد منطيني إياه؟ 30 فوت، تمام. إذا 30 في 12 حتى حول من فوت إلى أن جعل 300، إيش قد استخرج لي أقل راديوس أوف جنريشن أدخل بيه منه؟ والله إيش قد قيمته؟ 1.2 إنج. اذا انا هسه صارت عندي المعطيات اللي اقدر ادخل بها للمانيوال حتى يعطيني المقطع المناسب اللي يكون سيف وايكونوميكال، تمام تمام. هسه عندي الاي جي ريكوايرد جيد او المينيمم ريكوايرد 9.08، والار مينيمم جيد 1.2 انش. شلون راح ادخل بها للمانيوال؟ راح ندخل هسه سويه ونشوف شلون نستخرج قيمه او نختار المقطع المناسب من المانيوال. هسه جيت انا فتحت المانيوال، رحت التيبل 1.1 الخاص بالدبليو شي، هو محدد لي العائله من دبليو 12، انا هو يبدي هنا من الدبليو 44. اذا هنا انا مو المقاطع اللي اريدها، اروح ابحث بالمانيوال على ما اوصل المن للدبليو 12. ثاني دبليو 16، دبليو 14، من يبدي لي دبليو 12 من انا بدالي دبليو 12، تمام تمام. زين انا شنو مطلوب من عندي؟ هنقول مطلوب من عندي انه دبليو 12 ايش قد الاي جي هنا راح يتحكم بي القيمه. هاي القيمه الاولى، هذا السطر، هذا السطر الاول راح يتحكم بي اللي هو شنو الـ AG required. انا قد طلع عندي 9.08، لازم اختار مقطع اكبر من 9.08. هاي اول خطوة بي، بس مو اكبر بهاي، اقرب شيء للـ 9.08، يعني من 9.08 وفوق. كل من يقترب من 9.08 كل زين، بس على شرط انه ما يكون اقل من 9.08. فهذا عندي W12 في 366.98، بعد رقم كبير قبل امشي على ما اشوف رقم قريب هنا 19، هاي دبليو 12 في 65. انتقل للصفحة اللي بعدها، هذا اللي تكمل مال المعلومات اللي مال المقاطع السابقة. دبليو 12 في 52 17 15 14 10.3، وعندي دبليو 30. بس انتبهوا لي هنا، هاي كلش مهمة. هنا أنا هسه مثلا دبليو 12 في 35 جد المساحة مالته 10.3، بينما دبليو 12 في 30 المساحة مالته جد 8.79. 8.79 أقل من 9.08، إذا ما يحقق لي. إذا أقرب مقطع يحقق لي الشرط الأول اللي هو المساحة أكبر من 9.08 اللي هو W12 في 35، هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية لازم أشيك Radius of Generation. هسه احنا استخرجنا المقطع المرشح اللي لأن المساحة مالته 10.3 أكبر من 9.08. هسه المفروض احنا شنو نشوف Radius of Generation. وين نلقى Radius of Generation؟ نجي هنا هاي
المساحة depth نلقاه بالصفحة الثانية من المعلومات. أنا هنا أركز عن قد مات المساء الوزن W12 × 35 من انتقل للصفحة الثانية شوف بأول سطر لازم كاتب لي 35 أول سطر بالمجموعة يعني هاي المجموعة الأولى مجموعة ثانية بالمجموعة الثالثة. بس إذا انتقل للصفحة الثانية W12 × 35 إذن هي هاي 35 بس خلينا ناخذها أوكي في هاي 35 إذن أنا أدور بهاي المجموعة نجي الار اكس هاي الار اكس هذا السرعة مال الار اكس السرعة مال الار واي هذا السرعة مال الار واي زين نجي نشوف الار اكس ايش قد عفوا وصلت بشكل مثل ما نريدها هاي الار اكس 5.25 والار واي ايش قد 1.54 اثنيناتهم اكبر من الار اللي احنا استخرجناها 1.2 اذا اوكي اذا المقطع المالتي رشحته W12 × 35 مبدئيا اوكي راح انتقل بيه واشيك اشوف بقيه الامور اوكي حتى اعتمده او ما اعتمده اذا المقطع اللي اختاريته W12 × 35 المساحه 10.3 الديبث مالته 12.5 مثل ما شفنا بالمانيوال البي اف 6.56 تي اف 0.52 والار الاقل اللي هي الار واي 1.54 دني اختاريتهم لانني راح احتاجهم بالحل احتاجيت اي شغله اخرى انا عندي المانيوال خالي يمه فد شغله يعني فد مسطره او قلم خالي داخل المانيوال حتى شوكت ما احتاج شغله ارجع له بسرعه لان هذا الوقت يفرق لي كلش بالامتحان اوكي هسه وين ننتقل ننتقل للتشيك خطوة التشيك الخطوة السادسة شلون اتشيك المقطع اولا اتشيكه باليلد شنو القانون مال يلد بي ان يساوي الاف واي في الايج الاف واي استخرجناه من الخطوة الثانية من الخطوة الاولى اللي هو 50 الايج شوف ايش راح نستخدم 10.3 مال المقطع اللي استخرجته من المانيوال ما قمت استخدم قيمة 9.08 9.08 بالنسبة للاي جي وبالنسبة للار 1.2 تنتهي مهامها للدخول بالمانوال حتى اختار مقطع جديد بعد المعلومات الاي جي الار كلها مين استخدمها من المقطع اللي انا استخرجته واللي خليت معلوماته بالجدول اذا 50 × 10.3 اذا ايش قد قيمة البي ان راح تساوي 515 لازم ورا ما افكتره بال ال ار دي 0.5 × 515 436 لازم اكبر من الحمل المسلط 332 بالخطوه الثانيه اللي استخرجناها البي يو اكبر من البي يو اوكي لازم بي ان اوفر اوميجا بالنسبه للاي اس دي 1.67 308.4 اكبر من 240 اللي استخرجناها بالخطوه الثانيه ام اوكي هنا لا تنسون باليل دائما من الفاي تساوي 0.9 وبالاوميجا تساوي 1.67 هذا اول خطوة بالتشيك ننتقل للخطوة الثانية اللي هي الرابتر شنو القانون مال الرابتر يساوي اف يو في الاي افكتيف الاف يو ما عندي اي مشكلة به ايش قد قيمته الاف يو قيمته 58 استخرجناها سابقا قيمته 58 الاي افكتيف مال المقطع الجديد الاي افكتيف شي يساوي يو في الاي ان سابقا احنا كنا فارضين يو 0.75 بس هذا كان فرضيه هسه لازم اطلع شنو هو الاكزاكت شلون اطلع الاكزاكت هسه صار انا عندي اعرف المقطع دبليو واعرف وين الرابط هو من البدايه اعرف دبليو واعرف وين الرابط بس شفت ما اعرف المواصفات مال المقطع لا اعرف البي اف لا اعرف الدي حتى من ادخل للمانوال تيبل دي 3.1 راح يقول لي اذا تذكرون من كنا ندخل تيبل دي 3.1 من كان دبليو سكشن قبل وين يدزني للكيس 7 بس كيس 7 شو يقول لي دائما تاخذ وياه يا كيس 2 وش تختار تختار القيمه الاكبر اللارجر صح صح زين هسه اذا نروح سويه التيبل دي 3 رحنا المانوال تيبل دي 3.1 اللي هو موجود بشابتر دي من راح نروح للدبليو يقول لي الدبليو الام الاس وبقيه المقاطع اذا انا بيا 7 يقول لي دائما تختار ويا كيس 2 تختار الاكبر
من نيجي الكيس 7 لازم انا عندي مقارنة. اول شيء يسألني وين الربط، بالفلنج لو بالويب؟ لا انا عندي بالفلنج. لازم عدد البراغي مالتك 3 او اكثر، لازم اسوي مقارنة بين البي اف والدي. تمام، هسه انا بهاي الحالة اذا يا اما 0.9 يا اما 0.85 حسب المقارنة بين البي اف وثلثين الدي. هسه اذا ارجع للحل لازم اشيك البي اف واشيك الدي اللي انا سبق استخرجته. إذن إذا ننتقل أول شيء الكيس 7 0.85. ليش؟ لأن أنا الكونكشن بالفلنج، هاي الشرط الأول حققته. إذا نرجع للسؤال وين كان الكونكشن؟ الكونكشن كان بالفلنج. زين، إيش كم برغي بالسر الواحد؟ 3 براغي. البي إف أنا طلعت 6.56، مقارنة بثلثين دي راح يقدر يطلع اصغر من ثلثين دي اللي هو يطلع 8.33 ثلثين دي. اذا محقق لي الشروط اللي حكينا عليها بالتيبل دي 3.1 راح يطلع اليو 0.85. زين، الكيس الثاني قد قيمت اليو مالته، قانون مال اليو بالكيس الثاني شنو؟ 1 ناقصا اكس برايم اوفر ال. اكس برايم اوفر ال شنو؟ المسافه بين السر الاول، المسافه طول سر البراغي بالاتجاه الموازي للقوة من اول برغي لاخر برغي. والله خلونا نشوف ايش قد المسافه بين البراغي. لو نرجع للسؤال، عفوا، لو نرجع للسؤال مسافة سنتر تو سنتر من برغي وبرغي 4، اذا بين اول برغي واخر برغي قد المسافة الكلية؟ 8 انش. تمام، 8 انش. اذا هذا ال L 8 انش، ما عندي مشكلة به. زين، ال X برايم من مين استخرجه؟ اذا تذكرون محاضرات السابقة كنا نقول بالمنوال من ندور ال X برايم لل W سكشن ما راح نلقى. شو نسوي؟ نختار نقص ال W section بالنص. فش ينتج لي من اقص المقطع ال W؟ ثاني، اذا عندي مثلا عندي W section، W عفوا نقول، ولو الرسم مو مضبوط لان انا دا ارسم بالماوس. زين، اذا جيت قصيته بالنص ايش راح ينتج لي؟ راح ينتج لي مقطعين، كل مقطع عبارة عن شنو؟ شكله عبارة عن حرف سي. لان نفرض هذا مثل ما اختارينا احنا W 12 قبل القص، اسمه W 12 × 35. اوكي، الناتج شنو؟ الناتج راح اسميه W T، هو شكله T بس لان هو ناتج من قص W راح نسميه W T. الطول مالته نصف هذا الطول، العمق هذا مو العمق، قصيناه للنص. فايش قد صار العمق مالته؟ نص النص ب 12 قد 6، والوزن هم يعني بالنص. اذا قد يصير الوزن 17.5. اذا نروح للمانيوال ادور على دبليو تي، المواصفات مالته او اسمه دبليو 12 او دبليو تي 6 × 17.5. استخرج من عنده شنو؟ الاكس برايم. اوكي، استخرج ال X برايم. اوكي، سرحت للمانيوال، مو W شيب، ادور وين مقاطع W T، ادور W شيب، يجي وراها ال M شيب، ال S شيب، ال H B، ال channels، ال M C، كل حكينا عليها بالمحاضرات الاولى، ال angles. ال W T shape. أنا سوف أدور على المقطع W T 6 × 17.5. إحنا مثل ما نعرف مرتبة تنازلي، بعد W 18 W 16.5. بعد ما نلقى المقطع المناسب إن W T W T 9 8 7 7
باليو تي 6 في 17 نص، احنا هذا 6 بعد 6 في 29 في 20 في 17 نص اللي هو هذا. تمام، انا شو ادور؟ ادور على قيمة الاكس برايم، او هنا بالدبليو تي ما راح نلقى الاكس برايم، راح نسميها واي برايم اللي هي نفس الاكس برايم، موجودة بالصفحة الاولى موجودة بالصفحة الثانية، هذي 17 ونص. اذا الواي برايم نلقى قيمتها، نجي ننزل لما نلقاها نلقاها 1.3. اذا 1.3 قيمة الاكس برايم، ال استخرجناها 8، 1 ناقص 1.3 على 8 راح يطلع 0.84. اذا هسه صارت لي قيمتين، كيس 2.84 من كيس 7.85، انا قلنا شو اختار؟ اختار اللارجر. تمام، اذا ايش صارت عندي؟ اليو 0.85، هاي اليو الاكزاكت. هسه اطلع لاي ان الاكزاكت؟ لاي جي انا استخرجتها مال المقطع الحقيقي 10.3. زين، نجي القطع العمودي على المنبر ايش كم برغي ياخذ؟ راح نجي نشوفه هنا بالسؤال. اذا تذكرون هذا الرسم، نرجع نشوفه بالرسم. اذا هنا اخذنا فخلنا نقول فتقطع عمودي، القوة شلون تسحب؟ هي تسحب. فمن يجي يقص هنا ايش كم برغي راح ياخذ؟ هنا راح ياخذ برغين، 3 4، اذا 4 براغي. اذا تتخيلون الصورة وياي، بس انا عندي هذا الدبليو سكشن شوي يعدرون على الرسمين بالماوس، هذا المقطع مالتي، تمام مو كلش تمام الرسم، بس المهم هنا انا عندي سرى براغي 1 2 3، 1 2 3، هنا انا عندي 1 2 3، وهنا انا كذلك عندي باجي 1 2 3. من اجي راح اخذ قطع، شو راح يجي القطع؟ هلا قوة تسحب هيك قطع عمودي عليه، راح ياخذ بهذا البرغين ينزل هنا 3 4 براغي. واضح؟ اذا 4 براغي راح ياخذ القطع. اذا راح نرجع للسؤال، نستخرج الاي ان، اعتقد صارت واضحة، راح تكون الاي ان هذا هنا تشيك، هذا بالسؤال الثاني الحين. اذا الاي ان 10.34 براغي في قطر البرغ 7 على 8، زائد 8 قلناها مال قطر الهول، في 5 على 8 شنو هاي؟ الثيكنس مال الفلنج اللي استخرجناه ورا ما اختارينا المقطع، ايش قد كان؟ تي اف 0.58، همين استخرجنا منه. ليش اخذنا الثيكنس مال الفلنج مو الثيكنس مثلا مال الويب؟ لان الرابط وين موجود؟ بالفلنج. اوكي، اذا راح يطلع الاي ام 8.22، اذا الاي افكتيف اليو اللي استخرجتها 0.85 في 8.22 راح يطلع 6.99 انش سكوير. البي ان هسه صارت واضحة عندي، البي ان قيمتها جد 454.2. هسه اجي اطبق اللي اضربه بدي اضربه بي 0.75، طلعت 340.7 اكثر من البي يو المسلط. اذا اوكي، بي ان اوفر اوميجا طلعت 227.1 اكبر. هنا شوفوا لي طلعت لي بالاي اس دي البي ان اوفر اوميجا اصغر من المسلط، اذا نوت اوكي. اذا بالاي اس دي هذا المقطع مو مناسب، اروح اختار اعلى، بينما بالاي ال ار اف دي اروح للخطوة الثالثة حتى اشيك. بالاي ال ار اف دي لحد الان اوكي، بس بالطريقة الاي اس دي ما تشيك. انا بهيج حالة بالسؤال اجي اكمل ال ار اف دي، اكمل السلندرنس ريشيو، لازم السلندرنس ريشيو هذا القانون يطلع اصغر من 300، ال ال نفسه 30 في 12، ال ار اقل ار مال من استخرجته من المنوال للمقطع هو دبليو 12 في 35، كان ال ار واي 1.54 يطلع 234، اذا اصغر من 300 اوكي. شو اقول؟
اقول بالنسبه للاي ال ار اف دي استخدمه يوزت دبليو 12 في 35، بس بالنسبه لل بالاي اس دي اختار المقطع الاعلى دبليو 12 في 4 فور اي اس دي. بس مو هنا انا اوقف، اروح اكمل، اروح ارد اشيك من جديد، بس من اشيك من جديد ما اعيد هاي الخطوه، لان هو اول تالي شيك بالمقطع الاصغر من عنده. ارجع اشيك من هاي الخطوه اللي في شلبيه بالتنساير رابتشر فقط للاي اس دي، واروح شو اسوي واشيك الخطوه الاخيره واقول له ان المقطع اوكي او نوت اوكي. هذا بالنسبه للسؤال الاول. ننتقل للسؤال الثاني. السؤال الثاني ما بي رسم، لازم نعتمد كليا على منطق السؤال. انت قول يلا شوية وياي شو تنبه لي. يقول ديزاين تسعة فوت سينجل انجل، يعني عندي فد انجل، خلينا نرسمها سوية، نفتهم السؤال ونرسمها. عندي فد انجل معينة، هاي انجل، شوية احاول اكون دقيق بالرسم مثل قبل شوية، هاي انجل، الطول اللي بهالاتجاه زيادة قيمته 9 فوت. اوكي زين، شبي هاي الانجل. يقول لي ديزاين 9 فوت سينجل انجل تنشن ممبر تو سبورت ا ديد تنسايل وركينج ديد لود اوف 30 كيلو باوند اون لايف تنسايل وركينج لود اوف 40 كيلو باوند. اذا منطيني الوركينج ديد لود والوركينج لايف لود، يعني المن فاكتور. يقول the member is to connect مرتين عايد the member is to connected to one leg، يعني الربط مع البراغي راح يكون برجل بحد الرجلينات. زين إذا قد قطر البولت 7 على 8 إنش بولت، همين راح يرجع حل بين القوسين الجملة المهمة اللي قلت لكم تطيني قد عدد البراغي بالسرة الواحد وش قد المسافة بين واحد وواحد. at least 4 inch in a line، يعني هاي أو 4 in a line عفوا، يعني ايش قد عدد الاول معلومه اول رقم ينطينا على عدد البراغي الموجوده باللاين، ايش قد 4 4 ان الاين. زين ايش قد واحد وواحد بينات المسافه؟ يقول لي 3 انش اون ا سنتر، يعني شفتي ماني من السؤال، يعني اني بي هذا السره قال لي واحده من الرجلينات فاختار مثلا هاي الرجل، ايش كم سره بيها؟ قال سره واحد. ليش؟ قال لي تو كونكتد تو ون ليج اونلي. زين ات ليست زين زين انا ما اعرف ايش كم سره مال البراغي لحد الان ما قال لي. ايش دي يقول لي؟ assume that only one bolt is to be located at any cross section. انا مو عندي قوه تنشن منبر، من يقول لي من تيجي تاخذ خط الفشل افرض انه برغي واحد راح يطلع بالفشل، اذا كم سره براغي؟ سره واحد، لان من راح يموت خط الفشل راح يلقى برغي واحد، اذا ما عندي انا في السراوين او ثلاث سراوات، اذا سره واحد. كم برغي بالسرعة؟ قال لي at least 4، 1 2 3 4. هسه من راح يجي مثلا خط الفشل ايش راح يلقى؟ برغي واحد. بينما لو عندي مثلا سرعة وين براغي، من يجي خط الفشل ايش قد يلقى؟ 2. هسه لحد الان انا اوكي. زين ايش قد المسافة؟ ايش قد المسافة بين برغي واخر؟ قال لي 3. اذا المسافة هنا بين هذا سنتر تو سنتر، هذا وهذا جيد 3 إنج، هذا وهذا جيد المسافة 3 إنج، كذلك هاي 3 إنج. هسه حتى من نجي نشيك هاي المعلومة الأخيرة، يقول assume that only one bolt is located in one cross section، يعني من أجي أخذ cross section مال الفراكتشر راح ألقى بولت واحد. الكروس سكشن شلون راح يجي؟ قلنا عمودي على قوة، راح يجي يمر هيجي، كم برغي لقى؟ واحد. بينما انا عندي مثلا خمس سراوين براغي او ثلاث سراوات براغي ما راح يلقى برغي واحد. هسه انا من منطق السؤال عرفت ارسم الرسم، اوكي. هسه بعد شو اسوي؟ اجي امشي على الخطوات مال البروسيجر مالها. اول خطوة اروح تيبل 2 3، شنو نوع الحديد قايل لي اياها؟ قايل لي استخدم اي 36 واذا افوا 36 والافيو 58. حتى ما في حاجة اروح للتيبل لانه هو معطيني اياها بالسؤال، الافوا 36 الافيو 58. بعدها اروح استخرج البي يو والبي اي. بي يو 1.4 بالديد لود،
or 1.2 dead load 1.6 live load. اختار الاعلى. الاعلى جد بس ركزوا على الرقم لانه هو راح نقارن به بالاخير. 100 كيلو باوند. وهنا نجد 1.30 زائد 40 جد يطلع 70 كيلو باوند. اوكي اجي اطلع الاي جي. شلون تستخرج الاي جي؟ من طريقة الاي ضرب دي ميثود. قالوا الاي جي 1 بي يو على فاي بالاف واي. بي يو استخرجناها 100.9 الاف واي 36 طلعت لي الاي جي 1 3.09. الاي جي 2 كذلك نفرض اليو يساوي 0.75 نطبق قانون بي يو على 0.75 تربيع بالاف يو طلعت لي 3.06 اختار الاعلى من القيمتين 3.09. نفس الخطوات بالضبط مجرد الارقام تغيرت. سلندرنس ريشيو عندي الال منطيني اياها المرة 9 × 12 × 300 طلعت لي 0.636 انج. طلعت الاي جي مينيموم والار مينيموم اللي راح المعطيات اللي راح ادخل بيها المن للتيبل. بس هالمرة من راح ادخل المانيوال راح اروح للتيبل مال من مال الانجلز. هسه انا عندي الاي جي 3.09 الار مينيموم 0.36. هسه راح انتقل للانجلز بالمانيوال. انتقلت للمانيوال تيبل 1.7 خاص بالانجلز. اجي اشوف المقاطع من انتبه على انتبه على التيبل مال الاريا. اهم شيء مال الاريا عندي هذا الكولوم هذا الكولوم امشي انتبه عليه واشوف الاقرب قيمة مساحة للثلاثة بوينت 0.9. اجي اشوف هنا أنا على ما استقر لي على فد رقم فانا راح اجي اشوف على ما اشوف اقرب شيء لي فانا راح اختار مثلا لقيت ورا ما بحثت انه هذا اقرب شيء 3.31W4L4×4×7/16 يبقى فقط اشيك شنو القيمة الار اللي هي قيمة الار هنا لقيت لازم اكبر من 0.36 هنا قيمة ال ار اكس جيد طلعت عندنا ال ار اكس هنا طلعت عندي ال ار 1.22 بالنسبة نشيك ال ار واي اللي هي 4×4.16 ال ار واي جيد 1.22 اذا بالحالتين 1.22 اثنين اكبر من 0.36 اوكي ال 4×4×7/16 الاي جي 3.3 اللي هو اكبر من 3.09 الاكس برايم 1 الاكس برايم راح احتاجه 1.15 والار زد 0.777 نسيان نستخدم موجود ايضا بالمينيمم بوينتس لان هاي بها ار اكس وار واي وار زد 0.777 اكبر من ال 1.36 هذا الار زد اللي نسينا نشوفه ار اكس زد نجي هنا 7/16 1.777 اذا ثلاثتين اكبر من ال 0.36 اذا اوكي ننتقل للخطوة السادسة اللي هي التشيك. check the section نجي check yield of y في ال AG new section. المرة بعد ما استخدم 3.09 راح استخدم 3.3 36 في 3.3 هاي 118.8 اضربها 0.9 افكترها اكبر من ال 100 اذا اوكي. بالنسبة للأيزي قسمها على 1.67 أكبر من 70 أوكي. الرابتشر همين أجي نفس الشيء. الـ FU عندي جيد 58 أعرف الـ A effective يساوي U في الـ AN. هنا أنا أحتاج أطلع الـ U الـ exact بما أنه أنا عندي أنجل كذلك هم تيبل دي 3.1 الـ أنجل تيبل دي 3.1 بما أنه أنجل قبل أروح على كيس 8 كيس 8 بالتيبل دي 3.1 يقول لي ما طول تأخذ كيس 8 لازم تأخذ وياي كيس 2 طلع من عندي يو من كيس 8 يو ومن كيس 2 يو وتختار اليو الاعلى. بالنسبة للكيس 2 قبل ما تا 1 ناقص اكس برايم اوفر ال زين الاكس برايم استخرجناه قبل شوية من المانيوال 1.15 موجودة بالاسم لل ال 4×4×7/16 قد الاكس برايم 1.15 زين الال المسافة من اول برغي لاخر برغي يعني مثل ما رسمنا اول شيء عندي ثلاث براغي اربع براغي المسافة بين واحد وواحد جيد ثلاثة اذا ثلاثة في ثلاثة تسعة انش طلعت 0.87 كيس 7 بما انه الكونكشن بليق وحدة
واربع بولتات على اخذ اليو جدي يساوي 0.8. اذا اليو الاكبر من 0.87 او 0.8 ناخذ 0.87. نجي نستخرج الاين هذا القانون مالته الاي جي ناقص المساحه الماخوذه من الهول زائدا اذا كان عندي زجزاج لاين اللي خلناه سابقا. انا ما عندي زجزاج لاين اذا هاي هذا الحد شي يساوي صفر. زين الاي جي 3.3 ناقص بالقطع مثل ما بينا سابقا. نريد نرسم مرت الاخ من يجي القطع كم برق راح ياخذ؟ 1 في 7 على 8 زائد ثمن هذا القطر مال الهول في 7 على 16 ثيكنس مال الانجلز. من جبت ثيكنس مال الانجل من اسمها L 4 في 4 في 7 على 16. من الاسم دائما نعرف الثيكنس هو هاي الرجل طولها 4 هاي الرجل طولها 4 والثيكنس مالتهم قد 7 على 16. طلعت 2.86 نضربها باليو اللي استخرجناها تطلع الـ A effective 2.49. طلع الـ PN نضربها 0.75 لأن دائما بالرابتشر الـ 5.75 أوميجا 2 اثنيناتين يشيكين اثنيناتين على من الـ PU المقاومة المقطع على من الـ PU. إذن أوكي تبقى أن الخطوة الأخيرة للتشيك اللي هي مال السلندرنس ريشيو. سلندرنس ريشيو القانون مالتها طول المقطع في على الراديوس اوف جنريشن اقل راديوس اوف جنريشن. عندي طول المقطع من طنيه 9 فوت اضربه في 12 حتى احوله الى انج تقسيم الار زت هنا. ليش اخذنا الار زت؟ لان هي اقل قيمه دائما انا اختار هي اقل قيمه بالار. طلعت لي 138.99 اصغر من 300. اذا اوكي اختار لي مقطع هي ال 4 في 4 في 7 على 13 بالنسبه للال ار اف دي والاي اس دي نطاني نفس النتيجه. وبهذا أنا أشكركم لحسن استماعكم. كون خلصنا المحاضرة مال اليوم. راح تلقون بالمحاضرة المرفقة البي دي اف مجموعة من الهوم وركات. أتمنى من عندكم تحلوها وتدلوهين عليها تقييم حتى يدخل بالدرجة الشهرية مالتكم بالإضافة إلى الامتحانات اللي راح نمتحنها إن شاء الله. عندنا قريب امتحان بالتحليل مالتين في المنبر حتى ورانا امتحان ثاني امتحان بالديزاين مالتين في المنبر. اي اسئله او ملاحظات حول المحاضره انا راح اكون منتظر اسئلتكم سواء ترسلوا لي اياها على ادمودو او ترسلوا لي اياها على التليجرام او سواء ترسلوا لي اياها على اليوتيوب نفسه all the same راح استقبلها من عندكم. عندكم منا للموعد المحاضره الجايه راح اظل استقبل اسئلتكم واجاوب على استفساراتكم. كل محاضره قبل ما تبدي المحاضره الاخرى انتم عندكم مجال تسالون وتشيكون. رجاء رجاء انه تلتزمون وتواصلون ويانا على ما نطلع هاي الازمه. وشاكر لكم مره اخرى. مع السلامه.